وزير العدل يؤكد تكريس الحقوق الأساسية للمواطن لدى عرضه مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين بمجلس الأمة. ونواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروعي قانون الصحة الجديد والأعياد الوطني. عشية الاحتفال بعيد العمال، مكاسب وإنجازات ورهان على السيادة الاقتصادية وترقية المنتوج الوطني. وحسيم سعود تحتضن غدا الاحتفالات الرسمية. نشرتي أيضا سوناتراك تعلن عن استراتيجية وطنية بإعادة هيكلة المجمع لتحقيق مداخل إضافية واستحداث مناصب الشغل. وشريان الاقتصاد بالجنوب يتعزز بشبكة طرقات بولاية تمنرست. الفريق أحمد جايد صالح يؤكد مواصلة ترقية الصناعات العسكرية للرفع من القدرات والجاهزية العملياتية لمواجهة التحديات الكبرى. وفي النشرة أيضاً، التلفزيون الجزائري يحصد عدداً من الجوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. ووزير الاتصال جمال كعوان يتسلم درع الاتحاد. نشرة والأخبار، أهلا بكم. نستهل النشرة بالنشاط البرلماني، حيث رد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح رد على استفسارات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، هذا في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. الطيب لوح أكد أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المواطن فيما يتعلق ببياناته الخاصة على ضوء التطورات التكنولوجية التي يتفاعل معها المجتمع، مما يستوجب وضع إطار قانوني يحمي المعلومات الشخصية للمواطن تفاديا لاستغلالها لأغراض أخرى. نستمع. ويندرج هذا النص في إطار إعداد النصوص القانونية المنبثقة على التعديل الدستوري الأخير الذي كما قلت كان بدر به فخامة رئيس الجمهورية، ويأتي في سياق مواصلة تحديث المنظومة الوطنية التشريعية في اتجاه دائما تعزيز حماية حقوق الإنسان ومواصلة تكريس مبادئ دولة القانون. ويهدف هذا النص إلى تكييف منظومتنا القانونية بصفة عامة مع المستجدات التي تعرفها الأنظمة القانونية على المستوى الدولي، قصد وضع الأطر القانونية التي تسمح بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة. وبالمجلس الشعبي الوطني صدق النواب بالأغلبية مادة بمادة على مشروع قانون الصحة الجديد الذي حمل 73 تعديلا، حيث جرى التصويت بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسب اللاوي ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وللتغطية وهبام زلبوعزيز. اعتبر أن المجلس قد صوت على مشروع القانون المتعلق بالصحة بكامله. بالأغلبية تم اليوم التصويت على مشروع قانون الصحة الجديد، والذي سيخضع إلى صياغة إدارية لإعداد النص القانوني النهائي الأربعاء المقبل. مشروع القانون محمل ب 73 مقترح تعديل تم التصويت عليه مادة بمادة، وقد شكل إثراء النواب قبول مقترحات تخص 22 تعديلا. وزير الصحة أكد في مداخلته بعد التصويت على أهمية مضامين قانون الصحة الجديد التي ترتكز على تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومواكبتها للتحولات التي عرفتها الجزائر. أن مشروع القانون الذي صادقتم عليه
يرمي إلى ضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات بصفة عادلة. حماية صحية ترتكز على قطاع عام يشكل العمود الفقري للمنظومة الوطنية للصحة، بجانب قطاع خاص مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم. حسب اللاوي وفي لقائه مع الصحافة أكد مجددا أن باب الحوار لا يزال مفتوحا مع الأطباء المقيمين. احنا إن شاء الله ما زلنا في انتظارهم لكي نكمل في النقاش، وإن شاء الله نطلب منهم باش يوليوا إلى العمل، لأن الدولة متكفلة بكل الانشغالات للأطباء المقيمين ولمهني الصحة عامة. بعد مصادقة نواب الشعب على هذا المشروع سيحال على أعضاء مجلس الأمة ليجد طريقه نحو التجسيد. في النشاط البرلماني دائما صادق اليوم بالإجماع أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المعدل والمتمم الخاص بالأعياد الرسمية واعتمادي الناير عيدا وطنيا. المشروع عرض كاملا ليتم التصويت عليه بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير العلاقات مع البرلمان محشوب بدة. في النشاط العسكري قام اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء علي عكروم المدير المركزي للعتاد بزيارة أو قام بزيارة عمل وتفتيش إلى القاعدة المركزية للإمداد الشهيد محمد سعودي المدعوسي مصطفى بابن مراد بالبليدة الناحية العسكرية الأولى. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة مدى تنفيذ مخطط تجديد وتطوير وعصرنة العتاد والمعدات على مستوى كل من القاعدة المركزية للإمداد ومؤسسة تجديد عتاد السيارات بالدار البيضاء بهدف تكييف هذا العتاد مع المتطلبات العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي. تقول ليديا بالبحري. في البداية استمع السيد الفريق إلى عرض شامل حول مهام القاعدة المركزية للإمداد تضمن مجمل النشاطات المنفذة في مجال التجديد والعصرنة وحجم الإنجازات المعتبرة المحققة، ليقوم بعدها السيد الفريق بتفقد وتفتيش نماذج من العتاد والمعدات المطورة والمعصرنة من قبل مهندسين وتقنيين جزائريين من ذوي المستويات العليا في مجال التحكم في التكنولوجيات الدقيقة. فالقاعدة تعد قطبا رئيسيا لإسناد الوحدات القتالية والحفاظ على جاهزيتها الدائمة، سواء فيما يخص عمليات التجديد والعصرنة أو من جانب صيانة العتاد في مواقع الوحدات عبر النواحي العسكرية الست. كما كانت المعاينة لمجموعة من الشاحنات والعربات التي تم تصنيعها من قبل المصانع التابعة لمديرية الصناعة العسكرية والتي تم تطويرها على مستوى كل من القاعدة المركزية للإمداد ومؤسسة تجديد عتاد السيارات بتركيب أسلحة مختلفة على متنها. السيد الفريق ألقى بعدها كلمة توجيهية أكد في بدايتها على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي عشية احتفال عاملات وعمال القاعدة المركزية للإمداد، معبرا عن ارتياحه لما حققته وتحققه هذه القاعدة الاستراتيجية الكبرى في مجال تجديد العتاد العسكري. هذه القاعدة التي أثبتت وثبرتها بل وفعل جهودها المبذولة بما ينسجم تمام المهام الموكلة ومع ما يتطلب تحقيق الأهداف المسطرة التي يعمل الجيش الوطني الشعبي على تحقيقها في كافة المجالات بما في ذلك مجال الصناعات العسكرية. هذه الأهداف التي نصب من ورائها بدعم وتوجيه من فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد العالي للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني إلى أخذ بالنواصي القدرة على التكفل الذاتي بمهمة إضفاء الطابع الأداء العملي الفعال
والمتكيف مع اعتاد وتجهيزات الجيش الوطني الشعبي. السيد الفريق أكد على أن العمل المتقن والمثمر هو المرآة التي تعكس الجهد المتفاني المبذول الذي تم اختياره من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بكل عقلانية وروية. ولا شك أن ثقتنا كانت وستبقى كبيرة في إطارات ومستخدمي القاعدة المركزية للإمداد وفي كافة إطارات ومستخدمي قطاع صناعتنا العسكرية، ونعمل بل نحن على يقين أن الجميع سيكون في مستوى هذه الأعمال المعلقة. ولا شك أنكم تدركون جيدا كيف كانت هذه القاعدة عند انطلاقها قبل سنوات، وأنتم ترون اليوم المستوى الرقي الذي ولم يكن لتحقق ذلك لولا الحرص الشديد للقيادة العليا في متابعتها الدائمة للمسار تطوير هذا الصرع. وفي ختام اللقاء استمع السيد الفريق إلى تدخلات مستخدمي القاعدة الذين جددوا التأكيد على أنهم سيواصلون دون هوادة بذل المزيد من الجهود التطويرية والتحديثية من أجل بلوغ المستوى القادر على التخفيف من حدة التبعية التكنولوجية. بعدها قام السيد الفريق وعشية اليوم العالمي للعمال بتكريم مجموعة من العمال الذين ساهموا في تطوير قدرات هذه القاعدة الاستراتيجية. تحتفي الجزائر غدا بالعيد العالمي للعمال في ظل إنجازات ومكاسب اجتماعية ومهنية لطبقة الشغيلة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عناية فائقة في مختلف البرامج والمخططات التنموية. مجددا في كل مناسبة العهد مع العمال بالمزيد من المكاسب، وتحت الشعار السيادة الاقتصادية وترقية الإنتاج الوطني تحتضن حسين مسعود بورقلة تحتضن الاحتفالات الرسمية تحت إشراف وزير الداخلية والجماعة المحلية وتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، مرفوقا بكل من وزير الطاقة مصطفى جيتوني ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي. ورقة في المكاسب السوسيو-مهنية للعمال مع وسيلة بوشرب. الاحتفالات باليوم العالمي لعيد العمال تكتسي هذه السنة طابعا خاصا بالنظر للظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وعليه اختارت المركزية النقابية شعار السيادة الاقتصادية وترقية المنتوج الوطني ليؤكد من خلاله الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعمه الكامل واللامشروط لخيارات الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني. الجوتية هي تعتبر الرفد الأساسي والأفونغارد في الدفاع عن قرارات الحكومة وعن قرارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي تضمن السيادة الاقتصادية والقرار السياسي والقرار التنموي والاقتصادي لشعبها ولبلدها. من جهته يرافع الأمين العام للمركزية النقابية كعادته عن حماية المؤسسة الجزائرية. أعطيتوني الرخصة باش ندافع حتى بالجسم تاعي على المنتج الوطني والاستهلاك الوطني، بس كي ندافعوا على الإيكونومي ناسيونال اللي عندها السوفرينتي تاعها، ندافعوا على العمال والعائلات والشعب. وبالرغم من شح الخزينة العمومية إلا أنه لم يسجل لحد الآن أي مخطط لتسريح العمال أو تقليص مناصب الشغل بالشركات الوطنية، ومن أهم مكاسب الطبقة الشغيلة تكريس لغة الحوار. أكيد أن الحوار صعيب ويطلب الذكاء ويطلب de la présence ويطلب إرادة نقابية وثقة العمال. الحوار جسدته الدولة في لقاءات ثنائية وأخرى ثلاثية بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل. 20 ثلاثية منذ سنة 1991 وأربع ثلاثيات طارئة تناولت حوالي 200 إشكالية متعلقة بمحيط العمل ومصالح العمال.
كما اعتمدت الأطراف الثلاث عدة آليات لإنجاح الحوار مروراً بالميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية مشروع ميثاق الاستقرار لتطوير المؤسسة. وبالرغم من الأشواط المهمة التي قطعتها المركزية النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، يبدو أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تنتظره معركة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها. المعركة اليوم عمالية والنضالية ضد الناس هذو اللي يحبوا يكسروا الاقتصاد الوطني. إذن يبدو أن أمام الأمين العام للمركزية النقابية تحد كبير لكسب معركة حماية المنتوج الوطني، وذلك بعد كسب رهان استقرار الجبهة الاجتماعية وتجنيدها لحماية الوطن. وعشية عيد العمال دشن الأمين العام للمركزية النقابية بورقلا دشن المقر الجديد للاتحاد بحضور السلطات المحلية والمناضلين والنقابيين وممثلو المخبر التحليلي التابع للشؤون الاجتماعية لسوناتراك، حيث أكد بالمناسبة أن العمل النقابي في الجنوب يضطلع بدور هام في وحدة الجزائر والاهتمام بالعمال وحقوقهم. عفوا، هذا ويقترح عليكم التلفزيون الجزائري لقاء خاصا مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد الزمالي. اللقاء الذي أعدته وتقدمه وزميلة نادية السلطاني يأتيكم سهرة اليوم عقب هذه النشرة على الأرضية، القناة الأرضية والجزائرية الثالثة. ترقبوا. كشف الرئيس والمدير العام لمجمع سوناتراك عبد المؤمن ولد قدور في ندوة صحفية كشف الخطوط العريضة لاستراتيجية المجمع المرتكزة أساسا على إعادة هيكلة المجمع وضمان المزيد من الإنتاجية والنجاعة الاقتصادية. حمزة أحمد بالقسام يفصل في هذا الشأن. سوناتراك 2030 هي الاستراتيجية المسطرة من قبل المجمع برؤية متوسطية المدى، تعتمد حسب الرئيس المدير العام للمجمع على إعادة هيكلة الشركة والتكوين البشري وتطوير وسائل الإنتاج والتنقيب. استراتيجية يهدف من خلالها المجمع لجعل سوناتراك بين الخمس شركات البترولية الرائدة في العالم، وكذا رفع مداخل الجزائر بستين مليار دولار إضافية وإتاحة 15,000 منصب شغل جديد. que nous avons préparé depuis un an avec la participation de autant de personnes que possible essaye de définir un petit peu les orientations que nous voulons prendre au niveau de l'entreprise. Et on a regardé absolument tous les aspects de l'entreprise, que ce soit un aspect de l'exploration, que ce soit l'aspect du forage, de la production, du transport, de la commercialisation. Tous ces aspects ont été vus, ont été revus, et on a essayé de revenir avec des solutions différentes pour pouvoir améliorer notre savoir-faire et pouvoir améliorer la situation de la Sonatrach. C'est très bien d'avoir une stratégie, c'est très bien d'avoir une vision sur le long terme, mais c'est encore mieux quand nous aurons tout notre personnel qui adhère à cette stratégie. استراتيجية سوناتراك بحلول 2030 تعتمد على رفع نسبة المنتجات الغازية وتسويقها من خلال إنشاء آبار جديدة، كما تسعى سوناتراك لإقامة صناعة بتروكيميائية ومضاعفة حجم تكرير المواد النفطية ببلادنا، كما تضمن هذه الاستراتيجية الانتقال الطاقوي واستغلال الطاقة الشمسية. Ce qui concerne la raffinerie de Sidi Yalsin, elle est en cours de finalisation. On espère la terminer avant la fin de l'année. Donc ça nous apportera un plus pour nos capacités de produits raffinés. Et puis j'avais dit aussi qu'on était intéressé par investir dans une raffinerie à l'étranger, qui est un processus en cours. Dans ce que nous avions prévu, dans les cinq ans qui viennent, on a prévu à peu près une cinquantaine de milliards d'investissement. Donc c'est un ordre de grandeur. Il ne faut pas le prendre comme tel parce que ça dépend de chaque année. On refait les calculs pour pouvoir savoir quel est le montant nécessaire pour chaque année. Mais l'ordre de grandeur, c'est dans les 50 milliards de dollars.
أما بخصوص حصيلة 2017 فقد بلغ حجم استثمارات سوناتراك 8 مليارات دولار، ما سمح برفع رقم أعمال الشركة حول الصادرات ب 19% مقارنة ب 2016 بمبلغ مالي قدر ب 33 مليار دولار. وبخصوص الجباية البترولية فقد دفعت سوناتراك للخزينة العمومية أزيد من 2228 مليار دينار جزائري. في التعاون الجزائري البريطاني وفي إطار زيارته إلى الجزائر، استقبل الممثل الشخصي للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر اللورد ريتشارد ريسبي، استقبل من قبل عدد من الوزراء، حيث تناول أساسا سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، كما تم بالمناسبة توقيع عدد من الاتفاقيات. نجوى قريقة تفصل في فحوى هذه اللقاءات والاتفاقيات. تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين ترجم بالتوقيع على اتفاقية إطار بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعليم والبحث العلمي تشمل المنح والبعثات. تجمعنا شراكة ميدانية حقيقية يجسدها التبادل المشترك بين الجامعات الجزائرية والبريطانية. قمنا اليوم بتوقيع اتفاقية لدعم هذا التعاون، وهذا تطبيقا لتعليمات الوزيرة الأولى. هذا البرنامج هو الآن في السنة الرابعة وينتهي في السنة القادمة، وتم الاتفاق على تجديده بين سنتي 2019 و2023 أيضا لتكوين 500 أستاذ آخر في مجال اللغة الإنجليزية وفي مستوى البي اتش دي، زيادة على مجالات التبادل الأخرى بين تبادل الأساتذة والطلبة. تدريس اللغة الإنجليزية في جميع الأطوار التعليمية وفق المناهج البريطانية والبرامج الجزائرية كانت أهم محاور لقاء الطرفين. اليوم كذلك اصدر مشروع جديد اللي هو يزيد يعزز في تعليم اللغة الإنجليزية، وغادي نقوموا بفريق عمل ما بين بريتيش كونسيل ووزارة التربية الوطنية. ولتطبيق الشراكة الاقتصادية الجزائرية البريطانية، أكد اللورد ريزبي في لقائه مع وزير التكوين والتعليم المهنيين على ضرورة التكوين باللغة الإنجليزية للتحكم في مختلف التقنيات والأجهزة المتطورة المستخدمة بهذه اللغة. Nous avons évoqué un certain nombre de pistes, par exemple sur la formation autour de la formation des formateurs, autour de la formation dans la langue anglaise de nos formateurs qui, chacun le sait, utilisent beaucoup pour l'utilisation des manuels, l'utilisation des équipements, ont besoin de maîtriser la langue anglaise. ومن المحاور الأساسية المطروحة في المباحثات التي جمعت اللورد ريزبي بوزير التجارة محور التبادلات التجارية والتسهيلات الممنوحة ووضع الاقتصاد الجزائري بين الدول. J'ai fait part à mon ami sur la stratégie nationale de diversification des exportations 2019-2023 que nous sommes en train de préparer pour les 5 prochaines années. Et de cette stratégie, j'ai fait part sur les secteurs prioritaires qui seront portés à l'international. الممثل الشخصي للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر اللورد ريتشارد ريزبي أكد في لقائه مع وزير الصناعة يوسف يوسفي على أهمية الصناعة البتروكيماوية والتطور الذي تعرفه الجزائر في هذا المجال، مؤكدا أن الجزائر سوق اقتصادي مفتوح مشجع على الاستثمار. الآن إلى أجواء التميز والتتويج، حيث اختتمت سهرة أمس فعالية ودورة 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي احتضنته العاصمة التونسية، هذا بحضور وزير الاتصال جمال كعوان والمدير العام لتلفزيون توفيق خلادي والمدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل. وبالمناسبة تسلم وزير الاتصال جمال كعوان تسلم درع اتحاد إذاعة الدول العربية نظير جهوده في ترقية العمل الإعلامي والعربي. وقد حصد التلفزيون الجزائري عددا من الجوائز في المسابقة الرسمية، حيث توج بالجائزة الأولى في فئة البرامج التلفزيونية المنوعات والسهرة الفنية عن برنامج بين البارح واليوم، كما توج برنامج استوديو الصغار في فئة برامج الأطفال بالجائزة الأولى
وتوج أيضا برنامج صخور الحضارة في فئة البرامج الوثائقية العامة بالجزائرية الثالثة، وتحصلت الإذاعة الوطنية على الجائزة الأولى في فئة الأعمال الموجهة لذوي الإعاقة عن برنامج نحن معكم. هنيئا لنا للتلفزيون وللإذاعة. هذا وعقد اليوم المجلس التنفيذي للاتحاد والاتحاد إذاعة الدول العربية بتونس دورته النصف السنوية 99 بمشاركة ممثلين عن الهيئات العربية الأعضاء في المجلس، من بينهم المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي والمدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل. الاجتماع بحث عدة مواضيع تخص مجالات التعاون العربي الدولي في المجال الإذاعي، البرامج والأخبار التلفزيونية والمجال الهندسي، وكذا التدريب الإعلامي، إلى جانب مراحل إنجاز مشروعي فندق كمشروع استثماري للاتحاد. كما تقرر بالمناسبة عقد جلسة الدورة القادمة بتونس شهر ديسمبر القادم. تحضيرا لامتحانات مختلف الأطوار الدراسية اجتمعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع مديرية التربية لبحث السبل الكفيلة بتوفير الظروف الملائمة للسير الحسن لهذه الامتحانات، داعية أي الوزيرة إلى التنسيق والتنظيم المحكم الذي يسمح بتحقيق هذه الغاية. واليوم هو آخر لقاء يعني فصفاس مع المدراء التربية، وهدفنا أن نعود نركز في بعض النقاط. أولا الجانب المادي لتحضير كل المؤسسات اللي هي اليوم معروفة اللي يتم فيها الإجراء الامتحان، كاين تضافر الجهود كبير جدا في ما خص تحضير الامتحانات الوطنية، كذلك التحضير النفسي للتلميذ. هذا وفندت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التأويلات الأخيرة التي أثارت ضجة كبيرة بخصوص حذف سورة الإخلاص من كتاب التربية الإسلامية للطور الأول. وأكدت بن غبريت في تصريح خصت به التلفزيون أن مغالطات وتأويلات وقعت بخصوص هذا الموضوع، حيث أكدت أن أي تعديل يخص البرامج والمناهج يخضع لمعايير ومبادئ تشرف عليها مؤسسات مختصة، وداعية الإعلاميين إلى تحري الحقيقة قبل الانسياق وراء هذه المغالطات. التصريح كان في ميكروفون زميلة جميلة موفق، نستمع. هذا عدم الفهم تأول في الاسباس ميدياتيك، خاصة في مخص البوليميك اللي راها موجودة حول هذه الصورة غير صحيحة. هذا كذب على كذب، والإنسان يزيد يتصرح على الكذب. دونك الشيء اللي لازم اليوم ناخدوه بعين الاعتبار، أن قبل ما نعلق على حاجة اللي هي غلطة من البداية، أحسن أن نأخذ بتحفظ أو نبخون دي بريكوسيون، إي قبل ما نعلق. وأنا على كل حال ندائي للرجال والنساء في الصحافة مهما كانت مكتوبة أو مرئية، احنا رحنا مستعدين باش نجاوبوا على كل سؤال باسكو نحترموا الصحافة. أنا أريد أن شي اللي يكتب ولا يقال في القنوات التلفزيونية أحسن أن تعتمد على سكون أبل لو برينسيب دو فيريتي، المبدأ ديال الحقيقة، هو مبدأ يدخل في أخلاقية المهنة. دونك نطمئن المجتمع أن ماهوش في يد شخص واحد مهما كان يعني كفاءته، مهما كان كفاءته، ما كانش شخص واحد لي ياخذ على عاتقه باش يغير أو يدمج حاجة داخل الكتب المدرسية أو المنهج. أعلنت وزارة العدل عن 28 جوان موعداً لإجراء الاختبارات الكتابية الخاصة بالمسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق، وعليه يمكن للمترشحين البالغين من العمر 25 سنة عند تاريخ إجراء الامتحان التسجيل للمشاركة في المسابقة، يختم بيان وزارة العدل.
تنفيذا للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة أفراد الجالية بالمهجر، أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد دمار على اختتام الأيام الإعلامية حول السكن الترقوي العمومي وإنشاء مؤسسات مصغرة، وذلك من رابع محطة مدينة مرسيليا بفرنسا. تغطية لعفاف بالهوشات والتقرير لسعاد رخروخ. تم لحد الآن تسجيل ما يزيد عن 16500 مكتتبا عبر 24 ولاية، 84% من هذه الطلبات خاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا. هذا ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار في لقائه اليوم مع المكتتبين بمدينة مرسيليا في إطار الزيارة التي أجراها في أربع مدن فرنسية لشرح الإجراءات التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. Je pense que la mesure est incitative. Clairement, on n'a pas forcément l'apport nécessaire d'un coup pour acheter un bien. Et je pense que c'est une manière intelligente, en fait, nous inciter à revenir. La question d'acquérir un bien en Algérie s'est toujours posée. Aujourd'hui, ces taux me permettent de passer à une étape supérieure. عبد الواحد طمار ذكر بالمناسبة بتخفيف الإجراءات الإدارية مع إمكانية الاستفادة من قرض يصل إلى 90% من القيمة الإجمالية. زير لا يعطيها الخير على الخير. جينا بمهمة هذه تفخم رئيس الجمهورية أن نعطينا هذه الرسالة لما نحلوا المشكلة تاع الأم هذه اللي كانت محرومة من السكن، واليوم أعطيناها الحق في السكن ودات القرار تاعها. إن شاء الله نعموا على كل المواطنين، وهذا هو الهدف تاعنا. qui ont été bien sûr orientés par son excellence le président de la République monsieur Abdelaziz Bouteflika concernant les dispositifs d'aide à la création d'entreprises sous tutelle du ministère du travail de l'emploi et de la sécurité sociale. Nous avons commencé cette opération à partir du mois de janvier donc 2018. Durant le premier trimestre, nous avons plus de 300 entreprises donc issues donc de l'immigration, et il y a aussi donc plus de 100 inscrits depuis donc le premier trimestre 2018. Enfin, on a un projet pour nous les immigrés. Ah, Miss Main, ça fait plaisir pour les jeunes. هذا وستخصص وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لاحقا قافلة تحسيسية لتجوب مدنا فرنسية، حيث سيكون لها لقاءات مع الشباب من الجالية الجزائرية المقيمة هناك الراغبين في الاستثمار بالجزائر. وبخنشلة شرع اليوم في توزيع قرابة 800 وحدة سكنية إيجارية بالواجهة العمرانية الجديدة للمدينة من ضمن برنامج إجمالي قوامه 1000 وحدة سكنية. سعيد بلونيس. بحصة قوامها 700 شقة من سكنات عدل ببلدية خنشلة ضمن برنامج ولائي يدعم الحظيرة السكنية للولاية، استلم المستفيدون منها قرارات ومفاتيح الاستفادة. هذا البرنامج يؤكد مدى التزام السلطات العمومية بتعليمات لفخامة السيد رئيس الجمهورية أن المواطن الجزائري أن يبقى يعيش بكل عزة وبكل كرامة، وأن سياسة الإنفاق العمومي لازالت متواصلة. الحصة كانت مناسبة أيضا للإعلان عن برنامج وطني ضخم للوكالة. كل البرامج اللي كانت متأخرة تم الانطلاق فيها، حاليا احنا بصدد تحضير للانطلاق في الورشات ل 120 الف وحده سكنيه. كمرحله اولى تم اختيار مقاولات لاكثر من 65 الف وحده سكنيه، والان الدراسات وتنصيب الورشات هي جاريه على مستوى الولايات. المستفيدون تنقلوا الى احياء مهيئه وسكنات راقيه بمواصفات جيده مع كامل المرافق الضروريه لضمان عيش كريم للمواطن. رانا سبرينا بزاف وكرينا بزاف، والحمد لله راه فرج ربي اليوم وتسلمنا مفاتيح السكن تاعنا كنا في انتظارهم مده. يعني بعد معاناه بعد عناء طويل في ومشاق والعائله يعني الكيرة وكذا، والحمد لله اليوم يعني ما شاء الله. بمجرد انك تسجل على الجهاز او بليتون انفورماتيزي تحصل على سكن، وما تم فعلا اليوم الحمد لله ربي سبحانه انه تحصلنا على السكنات اللي كانت في وقت وجيز، وان شاء الله نفوتوا في رمضان. حصص اخرى وبصيغ مختلفه ستعرف عمليات توزيع الى غايه نهايه هذه السنه وبمختلف بلديات الولايه.
خلال زيارة قادته إلى تمنراس دشن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان دشن الطريق الاجتنابي للولاية الخاص بالوزن الثقيل، وعاين أيضا عدة ورشات لإعادة تأهيل المقاطع من الطريق تمنراس عين قزام عين مناس. عن كثب ربح مداوي. برنامج طموح بغلاف مالي ب 79 مليار دينار يخص شبكة الطرق بولاية تمنراست، ينفذ أغلبها بالطريق الوطني رقم 1 المزدوج الذي سيكون بمثابة شريان الاقتصاد من ميناء الحمدانية باتجاه العمق الإفريقي. بهذه الولاية التي دشن بها اليوم وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان الطريق الاجتنابي لمدخل المدينة والخاص بشاحنات الوزن الثقيل على مسافة 16 كيلومتر. جاز جزء لمشاريع ربط الولاية داخليا وفي علاقتها بالولايات المجاورة، وهو كيف نستكمل المشروع تاع سلة تين زواطين باش نعطيو لتين زواطين منفذ نحو الجنوب، لان ما عندهاش منفذ مع تمنراست مع عاصمة الولاية. هذا هو الهدف نتاعنا ان شاء الله اللي نعمل عليه ونطمن المواطنين أنه في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية سيتكفل بهذا المطلب الموضوعي، أقول الموضوع اللي راح يفك العزلة على تين زواطين. ثم الاستمرار في ربط عاصمة الولاية تمنراست مع الولاية المنتدبة عين قزام. شفنا باللي فيه 100 كيلومتر الأشغال جارية فيها 50-50 على شطرين، ونستمر في إعادة تأهيل الطريق هذا حتى نهيئ الظروف لعين قزام اللي راح تصبح إن شاء الله في إطار برنامج فخامة الجمهورية ولاية مكتملة. الأشغال المنجزة تأخذ بعين الاعتبار إعادة تأهيل المقاطع المهترئة من الطريق الوطني رقم 1 وبشق 4000 كيلومتر من الطرق الأخرى لتأمين الحدود، هذا واحد منها من تمنراست إلى إن إزاوة على مسافة 290 كيلومتر، وهو طريق حيوي سواء بالنسبة للموالة بالنسبة لسكان المنطقة أو بالنسبة لوحدات تاع الجيش الوطني الشعبي يفك العزلة. هذا الطريق متكفل به كلية المؤسسة تم تعيينها، رانا واقفين على شطر من بين 3 أشهر لموجودة. رغم قسوة الطبيعة تنجز الأشغال بمؤسسات وطنية ومحلية بمخططة أعباء وفرت المئات من مناصب الشغل. في شأن الاستهلاك والتجارة، أكد وزير التجارة سعيد جلاب لدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة أكد رفع الحظر عن قائمة جديدة من المواد المستثناة من الاستيراد، كما كشف الوزير عن رفع عدد الأسواق المخصصة لشهر رمضان بكل الولايات. يقول الوزير بالنسبة للواردات لأول مرة منذ 3 سنوات الجزائر عندها عجز تجاري كان 17 مليار 2016 هبط حتى 11 مليار، والآن في الثلاثي الأول رانا في 490 مليون، دونك فيه تحسن في الميزان التجاري. دونك كل ما هو مدخلات التي نستعملوها في الإنتاج غادي نحوها من السلع الممنوعة مؤقتا. ماتنون كي نولو رمضان بون قلت لك هو رمضان العام جا في فصل تاع وفرة تاع انتاج. دونك رمضان ان شاء الله دونك يورا با فريمون دي بيك فيها، دوطون بليس حاجه ما قلتهاش غادي نحلوا لي مارشي تينيرون هادو غادي نحلوهم ان شاء الله 4 جور افون. داير ديجا الولايات كل ولي راه بعث لنا 3-4 مارشي اورير بار ولايه. وشكلها تمويل البديل أو الصيرفة الإسلامية محور ندوة نقاش من تنظيم منتدى رؤساء المؤسسات بمناسبة عرض دراسة حول الصيرفة الإسلامية، حيث أبرز كل من وزير المالية عبد الرحمن راوية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أهمية الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية. المتابعة لرزق جليل.
والهامة الموجودة في وطننا ومع المسلمين. اللقاء الذي خصص لعرض نتائج دراسة حول الصيرفة الإسلامية كان مناسبة أكد من خلالها وزير المالية عبد الرحمن راوية الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير التمويل البديل أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، ما يحتم ضبط وإعادة تكييف الإطار القانوني. Les banques se doivent d'avoir une approche qui prenne en ligne de compte toutes les demandes à l'effet de répondre aux préoccupations de tous les épargnants, y compris celles de la frange de détenteurs de ressources qui souhaitent bénéficier d'une forme de rémunération autre que celle basée sur un rendement fixe défini préalablement. Il s'agit clairement d'aller au-devant de cette catégorie de clientèle, de lui proposer des produits bancaires en accord avec leurs attentes particulières. من جهته ثمن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مسعى اعتماد الصيرفة الإسلامية، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لإخراج الأموال المعطلة ووضعها في خدمة التنمية الاقتصادية. أتشرف أن أتكلم كذلك باسم أئمة الجزائر والأسرة المسجدية التي تعلق بهذا المشروع آمالها، لأنها تعتقد بأن هذا الجزء من منظومة الحياة الاقتصادية في الجزائر عندما يستكمل سوف يغلق الطريق على كل المزايدات التي كانت تعطل التنمية الوطنية وكانت تعطل المبادرات وتدخل الريبة والشك والتردد لدى أصحاب المال. Chef d'entreprise avait depuis plusieurs années déjà alerté l'opinion publique sur la nécessité de multiplier les instruments de financement de l'économie. هذا وخلصت الدراسة حول الصيرفة الإسلامية إلى ضرورة مراجعة القانون المدني وقانوني الجباية والنقد. أشرف اليوم وزير المجاهدين طيب زيتوني بعين دفلة على افتتاح دورة تاريخية حول المقاومة الشعبية والحركة الوطنية، كما أشرف على إعادة دفن رفات شهداء بدائرة الشيخ. يقول إسماعيل بوطيبان. وزير المجاهدين أشرف ببلدية وادي الجمعة على مراسم إعادة دفن رفات 81 شهيدا بمقبرة الشهداء بجبل اللوح، وترحم على أرواح الشهداء بالمعلم التذكاري المخلد لانتفاضة عرش أولاد الشيخ وشهداء انتفاضة ريغا ببلدية عين التركي. يسعدني أن نلتقي في هذا الأرض الطيبة، أرض المقاومة والنضال والجهاد، وبشرف واعتزاز أحمل لكم تحيات فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، لنسترجع في هذا اليوم مآثر تاريخية شاهدة على كفاح الشعب الجزائري ضد العدوان الاستعماري الغاشم واستحضار التاريخ لتستذكر الأجيال أن أمتنا عاشت في تواصل رسالة المجد والعزة والكرامة. فالانتفاضات والمقاومات التي قادها أجدادنا ارتوى منها الشعب الجزائري بالوعي والإيمان. كما أشرف الوزير على تسمية حي 30 مسكن بدائرة عين الأشياخ بحي المصالحة الوطنية، ووضع الحجر الأساس لربط مركز الراحة للمجاهدين بالغاز الطبيعي ببلدية حمام ريغة، ليختتم زيارته بافتتاح الندوة التاريخية لانتفاضات المجاهدين الأحرار بولاية عين الدفلة. خلال زيارتها لمعرض القرض المصغر بولاية سطيف، أكدت وزيرة التضامن الوطني أهمية هذه الآلية في بعث مشاريع ناجعة، ومشددة بالمناسبة على ضرورة التكوين وتكوين المكونين لذوي الاحتياجات الخاصة. لتشرف بعدها وزيرة التضامن الوطني غنية داليا على افتتاح الصالون الوطني للمناولة الصناعية. التغذية لابتسام شاوي. القرض هذا عاوننا وين شرينا المادة الأولية وبدينا نخدمه ورانا نبيعه. اللي حباه يزيد سما كي اشاك فوا منين تخلص القرض تاعك تزيد تعاود يزيد يعطي لك وشيني تكون معاهم أجر. لقد فتح القرض المصغر آفاقا كبيرة للشباب بسطيف، والذي بلغ عدد المستفيدين منه 1400. التكوين وفتح الأسواق الوطنية والخارجية أمامهم أولوية ركزت عليها وزيرة التضامن الوطني.
عندما يتمكن من المشروع الصغير راح تسهل له عن طريق التكوين والمهنية والحرفية اللي راح يكتسبها خلال ممارسة النشاط تاعه، بالانتقال إلى مشاريع استثمار أكثر أهمية. وكاين حنا نشجعوهم حتى يصدروا للخارج عن طريق يعرفوا المنتوج تاعهم عبر البوابة الإلكترونية لوكالة القرض المصغر. أما بخصوص استفادة الشباب المقيم بديار الرحمة من برامج الوكالة الوطنية للقرض المصغر، فقد قالت غنية داليا: احنا ممكن نديروا مرشد ولا مرشدة على مستوى ديار الرحمة، مستوى مصلحة الاستقبال ولا في الإدارة للتوجيه هؤلاء. وكاين لافيشاج اوسي اون بليس، تكلمتي على الشباب. غنية داليا أشرفت على افتتاح الصالون الوطني للمناولة الصناعية بسطيف كما دعت، وهي تزور عدة منشآت قطاعية على ضرورة فتح كل المجالات أمام المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة. عشية الحدث الرياضي الوطني مباراة كأس الجزائر التي تجمع شبيبة القبائل واتحاد بلعباس، أشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل رفقة وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بمركز الترفيه والرياضة للأمن الوطني بالعاصمة، أشرف على فعاليات الطبعة السادسة لجائزة الروح الرياضية للأمن الوطني والتي عادت لمشجعي فريق اتحاد العاصمة. كما تم بالمناسبة تكريم منشطي مباراة الكأس ورياضيين من مختلف الفرق لسلك الأمن الوطني المتواجدين في عديد المنافسات الوطنية والدولية، ذيل جانب وجوه رياضية وأسماء إعلامية مهتمة بالشأن الرياضي. وفي كلمة للواء عبد الغني هامل قرأها مراقب الشرطة محمد بوبكر، دعا السيد اللواء إلى أن يكون نهائي كأس الجزائر ملحمة رياضية وعرسا كرويا، كما دعا أيضا إلى تكريس يوم وطني للروح الرياضية. أكرر وأؤكد على ضرورة التحلي بالمسؤولية التامة، وعلى أن تجرى هذه المقابلة في ظروف يسودها التآخي والمحبة ما بين منتسبي الفريقين، وأن تكون سانحة يتم فيها بعث رسالة قوية المغزى تحمل في طياتها معاني الروح الرياضية الخالية من كل الشوائب والترفع عن كل شكل من أشكال التأثير السلبي أو المشاحنة العمياء، لتبقى في نهاية المطاف الجزائر الحبيبة هي المنتصرة لا غير، وكم هي عزيزة على قلوبنا جميعا، فعلينا إذن المحافظة على أمنها واستقرارها تماشيا والرؤية السديدة لفخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. هذا ويأتيكم نهائي كأس الجزائر العسكرية غدا ابتداء من 1:15 متبوعا بنهائي كأس الجزائر بين الشبيبة والاتحاد على المباشر، تتابعونه على القنوات الأربعة للتلفزيون الجزائري، وعليه تأتيكم نشرة 1 ليوم غد استثناء على 12:30. في أحوال الطقس وأخبار الطقس، أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا رعدية ستمس 7 ولايات وسط وشرق البلاد بداية من ظهيرة اليوم، وتشمل ولايات المدية البليدة الجزائر العاصمة بومرداس البويرة تيزي وزو وبجاية. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بيتا من راست مسدسا آليا ومخزنا، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، وبمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار حجز حراس الحدود كمية معتبرة من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش بمعسكر 5 أشخاص وضبطت سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة وكمية من الكيف المعالج. وفي السياق نفسه، أوقفت مفارز للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من ورقلة بسكرة وجانات 5 تجار مخدرات ومهربين أو مهربين 2، وحجزت كمية من الكيف المعالج وجهازي كشف عن المعادن، فيما تمكن حراس السواحل خلال عملية بحث وإنقاذ من إجلاء 19 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية إفريقية، وانتشال 15 جثة إثر انقلاب القرية
المغاربة المطاطية الذي كان يقلهم ويقلهم قبالة رأس فالكون بوهران. إذن أقول وأضيف من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك وحراس حرس الحدود 13 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من النعامات لمسان وجنت. أخبارنا الدولية تأتيكم مختصرا مع عبد النور بعوز. تصعيد العدوان على سوريا لن يزيد دمشق إلا تصميما للقضاء على الإرهاب، هو ما أكده الرئيس السوري بعد الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية للجيش بريف حماه وحلب وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا. يبدو أن خطوات تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية تمضي قدما، فبعد الاجتماع التاريخي بين الجارتين أعلنت بكين عن زيارة دبلوماسية إلى بيونغيانغ بعد غد، فيما أكد زعيم كوريا الشمالية استعداده للتحاور مع نظيره الياباني. في ظل تضييق الخناق على المهاجرين نحو الولايات المتحدة، مئات الأشخاص القادمين من دول أمريكا الوسطى يتجمعون على الحدود المكسيكية الأمريكية طالبين لجوءا جماعيا في تحدي مباشر لمواقف الرئيس الأمريكي ضد المهاجرين. استقبلت المشيخة العامة لطريقة التيجانية بعين ماضي بالغواط قرابة 300 مريد من عدد من الدول الإفريقية، هذا في إطار السياحة الدينية، حيث تعرف الوافدون على عدد من المعالم بالمنطقة. المتابعة لسهيل بن دالية. رحبت المشيخة العامة لطريقة التيجانية بعين ماضي بالأغواط بمريديها من دولة السنغال، غامبيا وغينيا بيساو وكوناكري بحوالي 300 مريد دفعة واحدة في إطار السياحة الدينية للتعرف على تاريخ التيجانية وتعزيز الترابط الروحي. تاريخ التيجانية une importance cruciale en Afrique subsaharienne. C'est un vecteur de cimentation sociale. Et aujourd'hui nous sommes heureux d'être ici sur la conduite de Chérif Abdul Moutalib Tijani, petit-fils de Cheikh Ahmed Tijani. Alhamdulillah, on est là et on en profite. Pour faire les ziyara, on en profite pour profiter de maximum pour avoir des bénédictions d'Allah, de Rasulullah, mais aussi de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. On souhaite que cette une telle visite dure le plus longtemps possible pour que le maximum de Sénégalais musulmans, en particulier les Tidianes, aient l'occasion de venir ici voir ce qu'il y a de sacré dans la tariqa Tidiane. وهذه الزيارة هذه تزيد تقوي إيمان الإنسان وروح الإنسان وتزيد تخلي بيننا الدين والطريقة ما هم مصدر تاع حرب ولا غيرها ولا غيرها إلا تاع أخوة ومحبة كاين مختلف الأجناس وشحال من دولة كاينة هنا موجودة هنا وكلهم جملتهم إلا الدين والطريقة. الزيارة تجول خلالها المريدون في القصر القديم والمسجد العتيق الموجود بعين ماضي، وكذا مسقط رأس شيخ الطريقة أحمد تيجاني. نتوجه بالشكر والامتنان لفخامة رئيس البلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة المحترم على جهوده الكبيرة من أجل توطيد العلاقات الطيبة بين الجزائر والأقطار الإفريقية وتقريب الشعوب بعضها إلى بعض، ومع التيجانية خاصة متعه الله بالصحة والعافية وتحقيق ما يصبو إليه من خير البلاد والعباد. مبادرة سعد بها التيجانيون الأفارقة سمحت لهم بالتعرف على الجزائر ومعرفة المكان الذي ولد به شيخ الطريقة أحمد تيجاني والذي ساهم في توحيد التيجانيين عبر العالم. أعلن وزير الثقافة عز الدين مهوبي عن إنشاء مركز لحفظ الأرشيف السمعي البصري على مستوى المركز العربي لعلم الآثار بي تي بازا وفق المقاييس العالمية، وهذا على هامش ورشة حول الحفاظ على الأرشيف السمعي البصري وصيانته ورقمنته احتضنتها المكتبة الوطنية بالحامة. بالمناسبة أيضا تم تكريم الراحل الياس مزياني الذي أسهم بشكل كبير في السينما الجزائرية. أه
لقاء اليوم هو جزء من التوصيات التي انبثقت عن الندوة الدولية التي شارك فيها عدد كبير من الخبراء في أكتوبر 2017، والتي المتعلقة بالأرشيف الفيلمي، بمعنى الأرشيف السمعي البصري الذي هو بحاجة إلى عمل كبير لحفظه ولصيانته وترميمه. إذن جهودنا الآن موجهة لحفظ هذا الأرشيف، للعمل على ترميمه، على صيانته، وعلى ضرورة إنشاء مركز يتسم بالمعايير العلمية للحفظ. ومن عالم الفن، نشطت أمس بأوبرا الجزائر فرق من كل من تركيا، أمريكا، بريطانيا والجزائر سهرة من سهرات المهرجان الدولي للرقص المعاصر، والتي حضرها وزير الثقافة عز الدين مهوبي، وشهدت تكريم عدد من المبدعين. يقول يوسف تافر: إبداعات سافرت من إزمير التركية ولوس أنجلوس الأمريكية ولندن البريطانية وعين دفلة الجزائرية ودار الأوبرا في اليوم العالمي للرقص والإبداع والتميز. الشطر الثاني من الاحتفالية كانت بتكريم النجم الراحل إسماعيل دحماني والنجم نادي الروماني في يوم الحركة والإيقاع وتلألؤ النجوم في سماء المهرجان. مهرجان الرقص المعاصر الدولي بالجزائر يعني لا يترك هذه المناسبة تمر دون أن يترك فيها بصمة بتكريم بعض الذين تركوا أثر كبير في لدى أجيال ممن امتهنوا الرقص في كل تجلياته المعاصرة وحتى التقليدية. التفاتة يعني جيدة من طرف وزارة الثقافة التي يعني قامت في هذا اليوم بتكريم الزوج المرحوم إسماعيل دحماني الذي قدم كثير للبالي الوطني. هي الجزائر بنجومها وضيوفها في طبعة تاسعة من مهرجان صنع التألق وضمن الفرجة. إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم: وزير العدل يؤكد تكريس الحقوق الأساسية للمواطن لدى عرضه مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين بمجلس الأمة. ونواب المجلس الشعبي الوطني صادقون بالأغلبية على مشروعي قانون الصحة الجديد والأعياد الوطنية. عشية الاحتفال بعيد العمال، مكاسب وإنجازات ورهان على السيادة الاقتصادية وترقية الإنتاج الوطني. وحسي مسعود تحتضن غدا الاحتفالات الرسمية. سوناتراك تعلن عن استراتيجية وطنية بإعادة هيكلة المجمع لتحقيق مداخل إضافية واستحداث مناصب شغل. وشريان الاقتصاد بالجنوب يتعزز بشبكة طرقات بولاية تمنراس. الفريق أحمد قايد صالح يؤكد مواصلة ترقية الصناعة العسكرية للرفع من القدرات والجاهزية العملياتية لمواجهة التحديات الكبرى. تلفزيون الجزائرية يحصد عددا من الجوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. ووزير الاتصال جمال كعوان يتسلم درع الاتحاد. ولمن فاتته مواعيدنا الإخبارية يمكنهم متابعتها عبر الانترنت على صفحتنا على الفيسبوك والقناة الرسمية على اليوتيوب والموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري ENTV.dz. مشاهدينا، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.